صباح الخير على كل مشاهدين قناة الصحة والجمال، وصباح الفل طبعا على كل متابعين برنامج شباب لايف. طبعا يتجدد لقائنا كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11 صباحا في برنامجكم الجميل شباب لايف. والنهاردة عندنا مجموعة من الفقرات الكتيرة. النهاردة يمكن طبعا بعد فقرتنا دي هيبقى في معانا الفقرة التانية، هتبقى عن جبر الخواطر، ويقدموها الاثنين الإعلاميين الجمال، الإعلامية الجميلة حنان إسماعيل والإعلامي القدير محمد كويدر. اما الفقره الثالثه بمناسبه بقى ان شاء الله ماتش الاهلي والزمالك يوم الجمعه الجايه، فهتبقى ليلة التعصب، هيقدموها الاثنين الاعلاميين الجمال جدا اللي بعزهم فعلا من كل قلبي، مصطفى كمال وخالد الحسيني. اما بالنسبه بقى لفقرتنا الاولى بقى عشان نصبح عليكم كده بحاجه تكون يعني هي مش دمها خفيف قوي المره دي يعني، بس ان شاء الله هتبقى دمها خفيف كده. احب طبعا الاول ارحب بزمايلي الجمال اللي موجودين معايا النهارده واصدقائي. شعبان، ازيك يا شعبان؟ صباح الفل. صباح الفل يا غس. وطبعا اكيد طبعا الاعلاميه الجميله بتاعتنا خلود الطحاوي. صباح الفل يا خلود. صباح الخير عليك يا سامح، وعليك يا شعبان، وعلى كل الناس الحلوه اللي بيتفرجوا علينا وبيتابعونا في برنامجكم شباب لايف. احنا النهارده مع بعض هنتكلم عن صفه وسلوك في الاخلاق ممكن ان هي تدمر صاحبها، ممكن تدمر اصحابه، وممكن تدمر عيلته، وكمان تدمر بلده، وتوصل ان هي تقوم حروب بين دول وبعضها. السلوك اللي بنتكلم عنه النهاردة هو غير مرغوب، ونتمنى انه يكون غير موجود في حياتنا، وهو الخيانة. ولو قلنا يا شعبان نعرف السادة المشاهدين ايه هي الخيانة. اولا صباح الخير على السادة المشاهدين. صباح الخير يا خلود، صباح الخير يا سامح. ممكن نعرف الخيانة هو ان الفقهاء اصلا ما حددوش معنى معين للخيانة. الخيانة لو حبينا نعرفها هنعرفها ان هو تعريف بسيط للخيانة، هنقول ان الخيانة هي نقض العهد. العهد كان ايا كان نوعه، ممكن اصلا الانسان يكون خاين لنفسه. تمام. الخيانة تعرف مذموم الاخلاقي، مذموم اخلاقي بين الناس، ومش بس الناس والاديان، وكمان الدول. الخيانة بيذمها جميع الدول العالم. وممكن يا استاذ سامح تعرفنا مين الخاين وليه بيخون؟ والله بص يا شعبان، هي كثره الاقاويل ويعني والكلام الكتير قوي عن مين هو الخاين، وفي تعريفات كتير قوي او الخيانه عامه، ولكن في النهايه برضو هتلاقي الخاين ده عارف اللي هو شخص ايه، مش واثق في نفسه. بالظبط. ما عندوش ثقه النهارده مثلا في سامح وخلود وشعبان، وما عندوش ثقه في الناس كلها، وما عندوش ثقه في نفسه. ده غير ان هو بيبقى شخص اناني بطبعه، يعني هو اناني فعايز يخون عشان يكتسب بعض الحاجات الاخرى. عنده بعض المشاكل النفسيه شويه، هتلاقيه دايما الشخص ده ما عندوش جزء اللي هو الالتزام الديني والاخلاقي، يعني ما فيش بقى لا دين ولا اخلاق ولا حاجات تانية كتير قوي، وده بتبقى عندنا مشكله فيها طبعا كبيره. لكن انا عايز بقى يعني يا خلود قول لنا بقى انت كده يعني ايه تاني ممكن يخلي الشخص خاين؟ طبعا يا سامح، من الاسباب الرئيسيه ان هي بتخلي الشخص خاين شعوره الدايم بالنقص وانعدام الثقه، تحس ان هو دايما ما عندوش ثقه بنفسه. شعوره الدايم بالانتقام، اللي هو عايز ينتقم، فشله في علاقاته الاجتماعية، وحتى فشله في الحب برضه. خوفه من الالتزام وعدم تحمله للمسؤولية، ان هو مش عايز يتحمل المسؤولية وخايف من الالتزامات اللي عليه. حبه للتغيير والتقليد غير المعتاد، كل ده بيعمل منه انسان خايف. صح. وعندك برضه يا شعبان اسباب رئيسية كمان يا خلود؟ في سبب رئيسي للشعور بالذنب اللي هو للخيانة، اللي هو الخاين لما بيخون ما بيشعرش بالذنب، لما بيغلط ما بيشعرش بالذنب، ممكن يغلط مره واثنين وثلاثه. تمام. فهو ده ذات في حد ذاته غلط كبير جدا. يعني انا شخصيا بحب الناس اللي بتتغير. بحب الناس اللي هو لا انا غلطت خلاص، انا اصحح من غلطي. تمام. ما اعملش الغلط ده مره ثانيه، انا عملت حاجه غلط لا هصحح منها. فانا من ضمن يعني زي ما بقول لحضرتك الناس اللي بحبها اللي هي اللي بتغير من نفسها، اللي بتغير من نفسه دايما، وبيحب يخلي نفسه افضل دايما في كل حاجه. ده جميل. طب ما تخليني اقول لك على حاجه تانية بقى، يعني وبرده السؤال هيبقى لخلود. اتعرضت للخيانه قبل كده يا شعبان؟ انا سؤال مفاجئ على الهواء. سؤال مفاجئ على الهواء. لا صعب، لان معظم الناس، لان كل الناس اللي انا اعرفهم يعني في منهم ناس، اغلى ناس عندي حاليا عمرهم ما فكروا في خيانه ليا ابدا. لا احنا نمسك الخشب اهو ونقول الحمد لله شعبان ما فيش خيانه. طب وخلود، خيانه بقى مش لازم تكون يعني حاجه ليها علاقات، صح؟ مش شرط ارتباط خالص، ممكن خيانه في الاصدقاء، في الشغل عندي، شغل، في مكان العمل، فلوس، في أنا اي حاجه. في ايه بقى؟ احكي لنا عن تجربتك كده. اصدقاء يعني عشرة سنين
وقصص كبيره جدا يعني اكتر من الاخوات، وفي الاخر برضو يعني ما برضو حصلت نوع من انواع الخيانه برضو. ما هي نفس حصل معايا حوار اصدقاء برضو، بس اللي هو ايه بدا يصحح من نفسه ويصحح من غلطه. فهو ده اللي كان بيفرحني شويه. بس بتسامح يعني؟ لا انا من طبعي لا بسامح. بنسامح وبنعدي الموضوع. لا بعدي الموضوع ما دام الشخص يعني الموضوع بيبقى بسيط بعد كده. ما دام الشخص اللي قدامي ناوي ان هو يتغير عشاني، لا ده انا احطه على راسي. الله حلو يا شعبان والله. انت بتقدم رساله جميله للتسامح على الصبح كده في برنامجنا كده الصباحي، بنقدم حاجه جميله. بس احنا عايزين ندي شويه نصايح طبعا اكيد لكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا عن الخيانه، المفروض ان احنا نعمل ايه، ويمكن بنعكس كلامنا شويه غير ان احنا اكيد بنقول بعض الحاجات. فاحنا مثلا عايزين نقول لا خلي عندنا ثقه في النفس شويه. اول حاجه طبعا قبل اي حاجه لازم يكون في ثقه في الله سبحانه وتعالى. ممكن يبقى بعد كده واثق من نفسي شويه، ممكن بعد كده اثق في مجموعه ناس من اللي حواليا، وخاصه المجموعه المحيطه اللي انا خلاص عارفهم بقى، اصدقاء ليا، اهل، قرايب، اللي هم خلاص الدايره القريبه بتاعتي قوي، عشان يبقى في الثقه دي تخليني ان انا ان شاء الله ان شاء الله ما يبقاش فيه نوع من انواع الخيانه. تحب تضيف ايه تاني يا خلود؟ برضو عايزين نصايح بقى، عايزين حاجات بقى ايجابيه شويه بقى على الصبح بقى كده. ننصح بقى يعني الزوجه. ماشي حلو، ننصح الزوجه. ايوه انت الجانب برضو البنوته الجميله اللي معانا، فلازم تتكلمي في الجانب النسائي. ماشي، هي طبعا نقطه مهمه جدا يا سامح، بس انا هنصح الزوج والزوجه مش هنصح الزوجه بس. تمام. لازم تبقى الغيره بحدود وما تكونش مؤيدة للحرية، يعني يبقى في حدود للغيرة، لازم يبقى في تفاهم ونعدي البعض، يعني بمعنى أصح ما نقفش على الوحدة، ونبعد نهائي عن أسلوب التهديد أو خصوصا التهديد بالانفصال، مع أن هما كذا يعني أن هما يهددوا بعض. عارفة اللي هو لا ده أنا هسيبك. أوه هسيبك خلاص خلصت. هسيبك كل شوية يروح مزعق كده أنا هسيبك، ويتروح قايلاله بقول لك أنت لو ما عملتش كده أنا هسيب لك البيت وأمشي. أيوه بيهددوا بعض. لا يبقى بلاش الحتة دي. لازم ماشي. نبعد عن الروتين ويبقى في تجديد في الحياة الزوجية، وبكده نقدر نكون نبعد خالص عن الخيانة وتبقى حياتنا بعيد عن مشاكل خالص وعن الخيانة. حلو جميل. وبرضه شعبان لا أنا الرسالة اللي ممكن أقدمها اللي هو نتغير. نتغير للأفضل، نتغير عشان نعيش كويسين ونعيش مبسوطين، نتغير عشان الناس اللي بتحبنا وبنحبهم. تمام. أنا التغيير التغيير في كل حاجة. يعني أنا بحب الناس اللي بتتغير جدا، يعني حتى لو عمل حاجة غلط لا مدام بيجي عليه وقت ويندم ويتغير لا تمام تمام. قوي أنا بعجب بالأشخاص اللي كده. تمام. يعني مدام بتتغير يبقى لا يبقى خلاص ده كده ده كده خلاص بقى حبيبي وصلح من نفسه. وانت هيديك فرصه ان انت تسامحه. يعني مش اللي هو خلاص يعني قفلت منه فخلاص، لا بيديك فرصه ان انت تسامحه. ممتاز ممتاز. احنا برضو نسينا برضو نقول للساده المشاهدين على الجزء الخاص بيه، ان احنا كده كده عندنا انواع كتيره من الخيانه، وبرضو قولوا لي رايكم في. احنا عندنا قلنا خيانه الارتباط او الحب او العلاقات الزوجيه والخطوبه وكده، في خيانه العمل. ايه تاني؟ في ايه تاني؟ هي خيانة في الشغل وفي الأصدقاء والصحاب والأقارب بالزبط. والارتباط بتبقى معظمها دلوقتي الأصدقاء. معظمها دلوقتي بس هي أصعب حاجة الخيانة الزوجية طبعا بالنسبة للزوج أو للزوجة. مين اللي بيبقى خاين أكتر، الراجل ولا الست؟ أنا هقول الراجل. النهارده أنا مش ملتزم بالسكريبت خالص. مش ملتزم بالسكريبت. مع السكريبت نهائي. مش معاكم النهارده. طب إيه الراجل؟ أنا بنت هقول الراجل. لا أنا شايف اللي بيغلط هو اللي بيبقى خاين. سياسي برضه. يعني مش عايز يقول الاجابه الحقيقيه. مش كده بس اللي هو شايف على حسب الموقف، ما هو الموقف اللي بيحدد. انت ما بتحددش من الشخص نفسه، لا ما الموقف اللي بيحدد. افرض انا عايش، يعني انا عايش مع حد مثلا انا ما بحبوش، فهو طبيعي احاول على يعني قد ما اقدر. ممكن الست بالظبط صح كده، مش لازم بس يعني. بتبقى يعني ما بتبقاش الراجل على طول ولا الست على طول. ليه حقوق لازم الحقوق ده لاقيها. تمام. سواء للراجل او سواء للراجل او طب ليه يا خلود قلت الست؟ لا هي خلود عشان بحاول اغلط. لا هي خلود عشان بتنصف الست، فهي لا الستات البنين والبنات طيبين لا وخدت بالك قالت لي لا مش الست. ما قلتش الست. طب ليه قلت الراجل او لا؟ عشان طبعا بيصدر منه مواقف مش حلوه خالص، وفي الاخر بيرجعوا يقولوا لا طب سامحينا غلطه والمسامح كريم. لا طبعا في حاجات بس دايما في العقده بتاعه ان الراجل هو اللي خاين وهو اللي بيلعب بديله، والست دايما هي النكديه.
طبعا انا لا مع ده ولا مع ده، بس انا بقول لك دايما يتقال كده، الست نكديه والراجل خاين. بصراحه احنا فينا حته نكد يعني. لا لا مش موجود. هو ده طبيعه مجتمع، طبيعه مجتمع، المجتمع كله بيتكلم عن كده يعني، مش حد بس حرام بس. يعني في ستات كتيره جدا فرفوشه بس هو لا بس بس اقول لك على حاجه، الستات مهما توصل مهما توصل هي ممكن تكون يعني ايه في مشاعر جواها لكن مهما توصل ما توصلش ايه لمرحله تانية. لا ثواني، ما هو لو كويس معاها وبيعملها اللي هي عايزاه كده هتبقى فرفوشه ومش هتنكد عليه يعني، ما يجيش يقرفها في عيشتها وهي تضحك وتفرفش مثلا صح كده. وفي نفس الوقت مش لازم اول لما يتجوزوا يعني، برضو عشان ما نوصلش لمرحله الخيانه، احنا عايزين نقول نصيحه برضو للراجل والست، فهي لازم برضو تبقى تلبس كويس وتبقى حاطه الميك اب وتهتم طبعاً بنفسها، وهو كمان يبطل برضو العادات الغريبه والفانيلا اللي هي الداخليه اللي بتلبس دي والكرش. لا واهتمامه على فكره، على فكره واهتمامه بيها برضو يفوق كل حاجه طبعاً. لازم يبقى اهتمامه بيها يفوق كل حاجه. لازم يبقى الاهتمام من الطرفين بالظبط صح كده، ولازم يبقى فيه اهتمام متبادل عشان ما نوصلش لمشكله المشاكل والخيانه ومش عارف ايه، ما نوصلش للحاجات دي كلها طبعا. طيب اكتر موقف مثلا شاهدتيه يا خلود كان فيه خيانه، مش لازم معاك انت بقى شخصيا خلاص، مش معايا انا يعني اصدقائي خلص. يعني الصراحه معاهم هم يعني صاحبتي وجوزها، واتفاجئت بيه الصراحه ان هو يعني بيخونها وكده. كان موقف صعب طبعا عليها ومعاها بيبي. فده قفشته ازاي؟ حطيت نفسي مكانها. نصيحه بقى لكل الرجاله. طب لو يعني الكاميرا معاك ايه؟ نصيحه لكل الرجاله يعملوا ايه؟ يخبوا الموبايل بتاعهم؟ لا في موبايل تاني يتحط في العربيه؟ هيتقفش برضو؟ طبعا الكلب ملوش رجلين جدا، الكلب ملوش رجلين جدا. لا وبعدين دلوقتي في حاجات اللي هو ممكن اهكر بقى الواتساب بتاعه. لا لا مش حوار هكر واهكر الكلام ده كله، الكذب بيجي في يوم من الايام ويتكشف طبعا. الكذب مهما كان ايه بيجي في يوم من الايام ويتكشف، سواء بالراجل او من الست. بتيجي يوم من الايام وخلاص الحته دي يعني الايام بتثبتها. كده كده بيبان بالظبط، بيبان يعني مش بتثبت خيانه بقى. مش بتثبت خيانه، مش دليل خيانه، بس بتثبت كذب في حاجه كده يعني. بس تمام. احنا عشان طبعا وقت حلقتنا بيخلص، فاحنا عايزين يعني نقول كده سريعا سريعا كده 1 2 3 للناس، عشان يا جماعه ما تتعرضوش لخيانه وعشان ما تبقاش شخص خاين. نبدا بخلود. هي والله يعني هي بتبدا من التربيه، لو اتاسس في تربيته صح ولا هيخون ولا هيجرح حد ولا يعني هيبقى عنده حتى مشاعر الناس بالنسبه له هتهمه، فهو بتبدا من التربيه. التربية طبعا التربيه تمام. وشعبان انا زي ما قلت اللي هو التغيير، وارتبطوا بالناس اللي بتحبكم لانهم هم عمرهم اللي عمرهم ما يخونوكم. التغيير التغيير اهم حاجه. التغيير اهم حاجه بالنسبه لي طبعا. اكيد التغيير، الثقه بالنفس، الثقه بالاخرين، التربيه، مجموعه نصائح كتيره بنحاول ان احنا نوصلها لكم النهارده، عشان ان شاء الله ما يبقاش في خيانه، لا خيانه في الشغل ولا خيانه في الصحاب ولا خيانه في القرايب ولا خيانه زوجيه ولا اي نوع من انواع الخيانه. يا رب يكون الموضوع بتاعنا كده دمه خفيف عليكم كده على الصبح كده في اول فقراتنا، ونسيبكم بقى ان شاء الله مع الفقره الثانيه زي ما قلت لكم عن جبر الخواطر مع حنان اسماعيل ومحمد كويدر، ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. هذا البرنامج برعايه